طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. حنبدأ إن شاء الله في دورتنا اليوم أو في ويبينار اليوم، كيف تحمي نفسك وأطفالك من مخاطر الفضاء السبراني. بس أول حاجة حابة أسألكم، الصوت تمام؟ الشاشة تمام؟ تمام، خلاص. طيب نبدأ إن شاء الله. إذا في عندكم أي أسئلة أو استفسارات، يا ريت تكتبوا لي هي في خانة الكويستشن، راح يتم الرد عليكم إن شاء الله. يفضل تكون استفساراتكم في آخر الدورة، بس إذا في أي نقطة حبيتوا تستفسروا عنها في أثناء العرض أو الشرح مو مشكلة. تأكدوا جودة النت عندكم تكون عالية عشان ما يصير في انقطاع في الصوت. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أعرفكم على نفسي، أشواق العور، بكالوريوس هندسة حاسب آلي، سفيرة البرنامج رائدات التقنية، قائدة فريق وومن تيك ميكرز في مدينة الطايف، وعضوة مدربة في جمعية الأمن السبراني للأطفال، اللي هو هذه الدورة بالتعاون مع العطاء الرقمي وجمعية الأمن السبراني للأطفال، ومدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. طيب، أول شيء راح أعرفكم على جمعية الأمن السبراني للأطفال. هي جمعية غير ربحية معتمدة تطوعية، تهدف إلى نشر، إلى بناء جيل مثقف سبرانيا، وتقديم النصح والإرشادات اللازمة للأطفال. الرؤية نحو مجتمع آمن لأطفالنا. رسالتنا المساهمة في بناء جيل مثقف سبرانيا، وتقديم النصح والإرشادات اللازمة التي تساهم في توفير بيئة آمنة مطمئنة للأطفال. هدفنا رفع مستوى الوعي لدى الأطفال والوالدين وكل من له شأن في تربيتهم وتعليمهم. باختصار، هذه أهداف جمعية الأمن السبراني للأطفال. تقدروا تلاقوا الحساب على تويتر، في قناة يوتيوب، وفي ويب سايت خاص لأي أحد حاب ينضم أو أي أحد حاب يستفيد من أي دورات أو فعاليات تقيم على الجمعية في مختلف مناطق المملكة. محاور الدورة، حنتكلم أول حاجة حنعرف ما المقصود بالأمن السبراني، تعريف بسيط. ما المقصود بالفضاء السبراني؟ ماذا نعني بالحماية والأمان؟ كن مطلعاً، اللي هي أحد أساسيات أو أحد محاور المحتوى الأساسي لجمعية الأمن السبراني للأطفال. ما هو الوقت المناسب وكيف أتحدث مع أطفالي عن الأمن السبراني؟ التنمر والتحرش الإلكتروني، أفضل برامج التحكم الأبوي. طيب، ما المقصود بالفضاء السبراني؟ هو التعامل مع العالم من خلال شبكة إلكترونية لها استقلاليتها من الداخل، وتقوم بنيتها الأساسية على التقنيات الحديثة، وهو أيضا أنظمة التعامل مع الحاسوب. لما نيجي نقول فضاء سبراني، حنيجي أي حاجة نقول فيها كلمة سبراني أو إلكتروني أو سايبر، هذه معناها أنه إحنا نحمي المعلومات أو كل ما بداخل شبكة الإنترنت، أي حاجة مرتبطة بالشبكة. عكس لما نيجي نقول أمن معلومات، أمن المعلومات يهتم فقط مثلاً بالفيزيكال، بالورق، مثلاً لما نيجي نقول أوراق، معلومات مكتوبة أكثر مما إنها تكون منشورة. طيب، إيش هو الأمن السبراني؟ هو عبارة عن مجموعة الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام الغير مصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية،
واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني. ماذا نعني بالحماية والأمان؟ إيش يعني بالحماية والأمان؟ كيف نكون مطلعين سواء أهالي سواء أطفال سواء أولياء أمور أو ناس مهتمة، ممكن معلمين عشان يوعوا أو يثقفوا الطلاب والطالبات اللي معاهم. فإيش يعني حماية وأمان؟ هي حماية البيانات المتواجدة في شبكة الإنترنت وحماية الأصول كأجهزة الحواسيب والخوادم، وهو عبارة عن ثلاث محاور أساسية. توافر البيانات بشكل دائم زي ما قلنا في التعريف، هذه من الأساسيات، من أساسيات الأمن السبراني إنه أنا يكون عندي البيانات متوافرة بشكل دائم اللي هي الافيليبيليتي. لازم اقدر احصل على معلومات او اقدر اجد المعلومات مهما تعرضت لهجمات، تكون معلوماتي بايه؟ بحمايه تامه. حمايتها من التعديل في حال النقل، لما اجي انا ابغى اسوي كوبي او اجي ابغى انقل معلوماتي من جهاز لجهاز او من وسيله حفظ لوسيله اخرى، لازم اتاكد من الحماية في حال التعديل إنه ما يصير في نقل، ما يصير في نقل، ما يصير في تعديل عن معلومات نهائيا، تكون معلوماتي محمية. الحفاظ على سريتها، لازم كمان نحافظ على سرية المعلومات. هذه أهم ثلاثة ضوابط للأمن السبراني اللي هي الأفيليبيليتي والإنتجريتي والكونفيدنشاليتي. طيب هنيجي نقول أكثر الأسئلة اللي يسألها الأهالي أو اللي تخطر في بالهم دائماً بخصوص الأمن السبراني، متى أنا أقدر أتكلم مع أطفالي عن الأمن السبراني؟ أو إيش أكبر المخاطر اللي تواجه أطفالي لمن يستخدموا شبكة الإنترنت، لمن يدخلوا يلعبوا، لمن يدخلوا يتفرجوا على اليوتيوب، تطبيقات، ألعاب، برامج، لمن أنا أجي أسلم طفلي جهاز آيباد أو جوال عشان يلعب أو عشان يسكت؟ طب ايش اكبر الاخطار او التهديدات اللي تواجه الاطفال لما يدخلوا على شبكه الانترنت؟ كيف افهم اطفالي على الامن السبراني؟ كيف احفظ جهاز ولدي؟ تمام، ايش الاساسيات اللي انا ممكن اعطيها للاطفال عشان يكونوا محميين، او احاول بقدر المستطاع اني اوفر لهم كل الحمايه اللازمه؟ هنيجي نذكر أول حاجة سبعة طرق للحفاظ على أمان الأطفال عبر الإنترنت. أول شيء زيادة الوعي، لازم نساعد في ضمان أن الأطفال الصغار يعرفون أساسيات البقاء آمناً على الإنترنت باستخدام تقنيات مثل الألعاب ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تتحدد مصطلحات الكمبيوتر، مثل التسلط على عبر الإنترنت ومصطلح الإنترنت والحماية من الفيروسات. لازم أنا أوعي أطفالي بأهم المصطلحات التقنية أو بأهم مصطلحات الحماية عشان يكون في عندهم فهم أساسي لموضوع الأمن على شبكات الإنترنت. لما يكون في عندنا الأطفال يعملون على أجهزة الكمبيوتر، الجيل الحالي أو في الوضع الحالي صار الواحد أول ما يعني يزعجوا الأولاد أو مشغول عنهم يبغوا يلعبوا يلهيهم بالأجهزة، شوية شوية نفس الأطفال رح يتعودوا على الأجهزة، فما رح يتركوها، رح يكونوا يبغوا يلعبوا، رح يصير ما يسكت إلا وهو يبغى جهاز. الصوت تمام؟ طيب تمام. طيب زي ما قلت الأطفال في الوقت الحالي أو في الجيل الحالي بدأوا يتعودوا على الأجهزة بشكل كبير، يعني من عمره 3 سنين 4 سنين، وأحيانا ممكن من أصغر الأم تكون مشغولة وتعطيهم جهاز عشان يلتهي عنها شوية، سواء تشغله أنشودة أو لعبة أو بس مجرد أنه هو ماسك جهاز يلعب فيه.
فكيف حنتعامل إحنا في هذه الأمور؟ لازم نعلمهم كيف يحموا هويتهم. طب كيف أنا رح أحمي هوية طفلي إذا كان هو في عمر لسه صغير ما يفهم؟ إحنا ممكن نبدأ نوعي أطفالنا من عمر 5 سنين فما فوق. طيب الأصغر لازم أحط لهم إيش؟ أحط لهم قيود على نفس الجوال. أما من عمر 5 سنين لازم إيش نسوي؟ أول حاجة نذكرهم ونعطيهم خبر بأنه ما يعطوا أي معلومات شخصية أبداً لأي شخص كان على الإنترنت، ما ينشروا الاسم ولا عنوان المنزل ولا رقم الهاتف لأي شخص لا يعرفونه من خلال البريد الإلكتروني أو تويتر أو فيسبوك، أو حتى لما يجوا يسجلوا في لعبة. أغلب الألعاب تتطلب مشاركة معلومات أو مشاركة موقع أو ربط بالحسابات الخاصة، يعني نيجي نحمل لعبة أدخل عن طريق اللعبة عن طريق الفيسبوك. طيب ممكن يكون الفيسبوك شخصي ومليان إيه؟ معلوماتي، في معلوماتي الحقيقية، فكيف أتصرف؟ لازم يكون في حساب خاص للطفل فقط مخصص للألعاب، وأفهم طفلي إنه لا تشارك أي معلومات شخصية أبداً مع أي كان، سواء في غرف دردشة على الإنترنت أو في لوحات إعلانات أو في تويتر في الفيسبوك في أي موقع كان. لازم نتحدث مع أطفالنا حول مخاطر التفاعل مع الغرباء عبر الإنترنت من خلال الكمبيوتر وإرسال الملاحظات والصور إلى الفضاء الإلكتروني. في ألعاب كثيرة قد تساعد الأطفال على فهم كيفية حماية معلوماتهم الشخصية وتداعيات الهوية المسروقة. في ألعاب وفي أنشطة إن شاء الله راح نتعرف عليها. ثالث طريقة اللي هي حماية الكمبيوتر. لازم نتأكد إنه تحديث برامج الأمان بانتظام. لازم نحمل برامج الأنتي فايروس بانتظام، ويفضل نستخدم البرامج المدفوعة لأنه حمايتها تكون أقوى. لماذا؟ لأنه البرامج المدفوعة فيها تحديث مستمر لآخر الثغرات أو آخر الهجمات والفيروسات اللي ممكن يتعرض لها الجهاز الحاسوب. أما البرامج المجانية فقاعدة البيانات اللي بداخلها ممكن تكون موقفة إلى تاريخ معين أو إلى هجمة معينة، ما رح يكون في أبديت باستمرار. فبرامج الأمان المدفوعة هي اللي دائما تحتوي على أبديت مستمر. طيب يؤدي استخدام أمان البرامج الذي يتم تحديثه تلقائيا إلى إبقاء التكنولوجيا الخاصة بك محدثة، ويقلل من احتمال التقاط البرامج السيئة أو البرامج الضارة. إحنا لما نكون على شبكة الإنترنت مستحيل نقول إنه إحنا في حماية 100%، لا، هي الحماية مستويات، ولكن إحنا لازم ناخذ كل التدابير اللازمة اللي إيه اللي تخلينا نوصل لأقصى حد، أو تخلينا نكون واثقين بإذن الله إنه الأجهزة آمنة في يد أطفالنا. لازم نعلمهم وننشئ لهم إحنا كلمات مرور فريدة. إيش يعني كلمات مرور فريدة؟ أغلب البرامج لو تلاحظوا دحين لما نيجي نبغى نسجل فيها إيش يتطلب؟ لازم يكون كلمة المرور لا تقل عن 8 أحرف، أحيانا برامج تحط قيود كأكثر من 8 أحرف، ولكن مثلا 8 أحرف أو 8 خانات مكونة من أحرف وأرقام ورموز. ليه؟ لأنه كلما صعبت الكلمة المرور كلما صعب اختراق الحساب. فالطفل عمره 5 سنين ممكن هو لسه ما يعرف ينشئ كلمة مرور بنفسه، فإحنا لما نيجي ننشئ له لازم ننشئ واحدة كلمات مرور تكون فريدة، ونبدأ نعلمه إنه كلمة مرور مثلا جهازك هي كذا، وليه هي كذا؟ ليه هي مكونة من 8 حروف؟ أو ليه هي صعبة؟ ليه لا تستخدم اسمك؟ أو ما تحط رقم جوال أحد الوالدين؟ لازم نخبرهم بهذه كلها. فمن أجل الأمان عبر الإنترنت، أخبر أطفالك باستخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب على الإنترنت لديهم للمساعدة في منع الآخرين من الوصول إلى معلوماتهم الشخصية. تأكد من مراقبة كل حساب، وتأكد من أن أطفالك يعرفون أن كلمات المرور القوية يجب أن تتضمن عناصر مثل الرموز والأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة، ولا توجد أسماء أو كلمات يمكن للآخرين تخمينها بسهولة. لازم نعلمهم كمان أنه ما يستخدموا أسماءهم، ما يحطوا أي شيء يتعلق فيهم. طبعاً إحنا حنكون دائماً إيه؟ مطلعين ودائماً معاهم، بس لازم كمان نعطيهم خبر
لازم تبدأ يبدأ في هذا السن أو في هذا العمر يكون معلومات عن الأمن والحماية في الإنترنت، يفهم إيش الصح وإيش الغلط، قد ما نقدر نحاول نوعيهم. طيب، في هذا الموقع اللي عندي هنا يختبر مدى قوة كلمات المرور التي نستخدمها. ظهرت لكم الصفحة اللي هو الموقع How secure is my password. الموقع هذا خلينا نشوف هل كلمة المرور اللي احنا قاعدين نستخدمها صعبة أو سهلة. طيب، هو اسم الموقع How secure is my password. الشاشة تمام؟ طيب، هو اسم الموقع هاوس سكيور از ماي باسورد. بمجرد، طيب دحين ظاهر لكم العرض، بمجرد ما نفتح هذا الموقع احنا ممكن نحط الباسورد اللي احنا نستخدمه ونشوف كم حياخذ فتره الين الهاكرز او اي شخص يقدر يخترقه، فهو حلو انكم تجربوه. طيب، لازم نعرف كمان اهم او اكثر كلمات المرور شيوعا في الاستخدام لسنة 2019 وما قبلها. طبعاً الكلمات المرور السهلة، سهلة التخمين، عندنا 1 2 3 4 5 6. طبعاً أغلب المواقع أساساً ما تقبل هذه الباسوردات حالياً، تتطلب كلها زي ما قلنا قيود معينة أو شروط معينة لكلمة السر، اللي هي الشروط اللي تضمن لي أقوى حماية وأقوى كلمة مرور. مهما كان ترتيب الأرقام من 1 إلى 6، من 1 إلى 9، كويريتي، مين يعرف إيش هي كواليتي؟ ليش كلمة كواليتي من الـ top 10 common passwords؟ ممتاز، الباسورد حروف جنب بعض، تمام. وكلمة باسورد نفسها، كلمة I love you، أو من 1 إلى 5، من 1 إلى 7، مهما كان تسلسل الأرقام. لو تلاحظوا كمان، يعني من ضمن الشروط في الباسورد إنه لا تضع أرقام متسلسلة وراء بعض، يعني ممكن نكتب 1 2 بعدين لازم نفصل، ما ينفع 1 2 3 4 5. أغلب المواقع ترفضها، أو الأرقام المكررة هنا، أو من 1 لين 8. فلازم نبعد عن الباسوردات سهلة التخمين قد ما نقدر. إيش كمان باسوردات إحنا مفروض نبعد عنها؟ زي ما قلنا، اللي هي المعلومات الشخصية، تاريخ الميلاد. ممكن أي شخص يعرف تاريخ الميلاد، إيش راح يسوي؟ راح يجرب. أصلاً أول ما يجي شخص، يعني إذا كان مجمع معلومات شخصية في هندسة اجتماعية أو معلومات يعني شخصية عن الشخص اللي هو يبغى يخترق جهازه أو يسرق أحد حساباته، أول شيء راح يجرب اسمه، ممتاز، اسم الشخص أو العائلة. راح يجرب تاريخ الميلاد، راح يجرب إيش آخر باسورد هو يعرف إنه هو سبق واستخدمه. عشان كذا لازم نقول الباسوردات تتحدث باستمرار، لازم نفصل باسورد المواقع الحكومية والمواقع المهمة عن باسوردات مواقع التواصل الاجتماعي. لازم ما نربطها كلها في نفس الإيميل، يعني هذه سواء لحسابات الأطفال أو لحساباتنا إحنا الشخصية، لأنه بمجرد أن تتم سرقة حساب واحد مرتبط بإيميل، أنا ممكن، أو بمجرد أن يتم سرقة الإيميل، أنا إيش أقدر؟ أقدر أوصل لجميع الحسابات المرتبطة بهذا الإيميل. فلازم نحاول ننتبه لهذا الموضوع، نفصل المواقع والألعاب السوشيال ميديا عن المواقع الرسمية والحكومية عشان نضمن أكثر أمان. الطريقة الخامسة اللي هي مراقبة النشاط عبر الإنترنت.
يمكن أن يساعد مراقبة نشاط أطفالك عبر الإنترنت في الحفاظ على سلامتهم. استكشف مختلف أدوات الرقابة الأبوية وفكر في الخيارات التي قد تناسبك أنت وعائلتك. في عندنا إن شاء الله في سلايد حيكون في مذكور بعض من أسماء برامج التحكم الأبوي، وكل شخص ممكن يفضل برنامج عن الثاني على حسب سواء واجهة استخدام أسهل سواء خيارات أسهل. بس هي جميع برامج التحكم الأبوي تشترك في قيود الوقت، يعني نحدد وقت معين للطفل اللي يستخدم فيه جهاز، بعد كده الجهاز رح يقفل خلاص، ما رح يقدر يسوي فيه أي حاجة، ما رح يقدر يحمل برامج، ما رح يكون في عنده أي تحكم أو وصول. الطريقة السادسة اللي هي منع التسلط عبر الإنترنت. يمكن أن يحدث التسلط عبر الإنترنت أو مصطلح عامي شوية اللي هو البلطجة باستخدام التكنولوجيا الإلكترونية في أي وقت وفي أي مكان. لازم نعلم أطفالنا إنهم يفكروا قبل ما ينشروا على الإنترنت هم إيش يبغوا ينشروا وليش يبغوا ينشروا. لما أجي أنا أبغى أكتب اسمي أو تاريخ ميلادي أو أبغى أحط أي معلومة عني، طب أنا ليه أبغى أحطها؟ لازم أسأل نفسي هل هذه المعلومة من المهم إنها تنتشر أو لا. طيب بعد ما أنا أنشر هذه المعلومة إيش العواقب اللي أنا ممكن أحصل عليها نتيجة نشر هذه المعلومة أو نتيجة نشر اسمي أو موقعي اللوكيشن؟ في أشخاص تانين رح يشوفوا اللوكيشن، رح يشوفوا الاسم. طب أنا عارف هذول الأشخاص لطيفين أو لا؟ لازم أكون أفكر في الموضوع قبل ما أنشر وأعلمهم إنهم ما يشاركوا أي معلومات قبل ما يفكروا، قبل ما يلجأوا حتى لأولياء الأمور. لازم نكون على اتصال مفتوح وأفهم طفلي إنه أي شيء أعلمه إيش هو الأمن السبراني، إيش المخاطر اللي ممكن يواجهها، كيف ممكن يتصدى لها. في نفس الوقت إنه لو هو شك إنه في أي حاجة أخليه يتكلم معايا، في أي حاجة غريبة حصلت له في موقع، أي رسالة غريبة لازم أخليه يجي يتكلم معايا يقول لي إنه أنا وصلتني الرسالة فيها كذا وكذا، أو رسالة شخص مثلا زي رسائل الإعلانات الدعائية أو المسابقات إنك أنت فزت بشيء معين. فهذه الأشياء اللي تجذب اللي يلجأوا لها أساسا الهاكرز والمخترقين. لازم نعلمها للأطفال ونعلمهم أول حاجة إنه هما يجوا يلجأوا لأي شخص بالغ أكبر منهم فاهم، ويفضل طبعا الوالدين لازم يلجأوا لهم عشان الوالدين يقدروا يتصرفوا، وفي نفس الوقت الطفل ما يكون خايف أو ما يجهل. هو أكيد حيكون في جهل شوية في التعامل مع الموضوع خصوصي في البداية، بس بعدين راح يفهم وراح يقدر هو يتحكم في الرسالة اللي جاته. الطريقة السابعة اللي هي تعزيز التفاعلات المناسبة عبر الإنترنت. استخدم بعض الألعاب عبر الإنترنت للمساعدة في تعريف الأطفال بكيفية اتخاذ قرارات مسؤولة حول الاتصال عبر الإنترنت والتعرف على القضايا الرئيسية المتعلقة بالمواطنة الرقمية. يمكن أن تشمل الأنشطة عبر الإنترنت استكشاف طرق الاتصال في غرفة الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني على سبيل المثال. أنا ممكن أعلم طفلي كل شيء يخص شبكة الإنترنت قبل ما يجي أحد ثاني ويعلمه. ليه؟ لأني أنا حضمن أنه أنا رح أعلمه الطريقة الصحيحة. ممكن أنا أعلمه كيف يستقبل رسائل البريد الإلكتروني، كيف يستخدم البريد الإلكتروني، ولكن بإيه؟ الطريقة الصحيحة. كيف يقدر يميز بين الرابط المزيف والرابط الصحيح؟ إيش يستخدم؟ إيش ما يستخدم؟ تمام؟ فكل ما كان فيه احتواء وتفاعل بين الأهل والأطفال في هذه الأمور، كل ما ضمننا بإذن الله إنه حياة آمنة للأطفال عند دخولهم للإنترنت أو مشاركة آمنة. طيب إحنا قلنا إنه دائما نتساءل إيش أكثر التهديدات شيوعا التي يواجهها الأطفال. غرفة الدردشة أو غرف الدردشة تبعت الأصدقاء هي من فين تيجي؟ في الألعاب، صح ولا غلط؟ أكثر الألعاب تدعم الدردشة،
تدعم المحادثات الصوتية. فهذه أكثر التهديدات شيوعاً. ليه؟ لأنه الطفل ممكن يلعب مع شخص هو ما يعرفه. لما يلعب الطفل مع شخص هو ما يعرفه، شخص جديد عليه، شخص ممكن يكون يكذب بشأن هويته، بشأن عمره، بس عشان يحصل على معلومات معينة، رح يتعرض الطفل لمخاطر إن هو أساساً هذا شخص هو مو عارف كيف. بعض الألعاب نقدر نلغي فيها الدردشة، بعض الألعاب لا، في ألعاب تسمح بأنه إحنا نلغي جميع الوسائل التواصل الداخلية، بس في ألعاب ما نقدر، هو على حسب في الأخير نفس برمجة اللعبة كيف، أو السيتنج الضبط حق اللعبة. بس إحنا قد ما نقدر إنه ممكن نقنع الأطفال بإنه لا تتحدثوا مع أحد أنتوا ما تعرفوه، حتى لو اضطروا يتحدثوا أو يتكلموا مع شخص غريب يكونوا جدا حذرين معه، مهما سألهم عن الاسم، الموقع، العمر، أو أي معلومات شخصية تخص الطفل أو أهله، إنه يجاوب حتى لو يعني يقول معلومات غير صحيحة، بس نهائياً ما يشارك معلوماته الصحيحة معهم. لازم يكون على وعي تام بهذه النقطة. طبعاً من ضمن التهديدات كمان اللي هي التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني موجود للصغار وللكبار. فإيش هو التنمر الإلكتروني؟ في أحد عنده خلفية عن التنمر الإلكتروني؟ تعريف بسيط. طيب السب إيش كمان؟ ممكن طفل يكون في عنده حساب انستغرام ونشر صورة له، حيجوا ناس تانيين سواء كانوا بنفس العمر أو أكبر، رح يحطوا ألفاظ غير مناسبة، رح يحطوا التريقة بالمعنى العامي على الطفل، على شكله، على الصورة، على أي تصرف قام به. فهذه كلها من ضمن التنمر الإلكتروني. كمان من أخطر التهديدات اللي هي روابط المواقع الضارة. ممكن يوصل للطفل هو قاعد يلعب لعبة عادية، فجأة طلع له إعلان إنه قم بتحميل اللعبة الفلانية، طبعاً مع إعلان دعائي مشوق للعبة. فالطفل بكل بساطة رح يضغط إنه يبغى يستكشف هذه اللعبة، يبغى يشوف، أو ممكن يوصله رسالة على البريد فيها رابط لموقع ضار. فإحنا لازم نفهمهم إيش الفرق بين الرابط الصحيح والرابط الغير صحيح. تمام، الإساءة له بشكلها أو جنسها. في كومنتات عن التنمر الإلكتروني. طيب، والبرامج الضارة. لازم نبلغ الأطفال إنه ما يقدروا، أو نسويها إحنا من ضمن التحكم الأبوي في الجوال، إنه ما يقدر يحمل أي برنامج أو أي لعبة بدون ما يرجع للوالدين نهائياً، لأنه في ألعاب غير مناسبة لعمره. فإحنا لازم تكون من ضمن القيود إنه الطفل ما يقدر يحمل أي لعبة بدون ما يرجع للوالدين، بدون ما يأخذ إذن من الوالدين. كمان من الطرق اللي ممكن يتعرض فيها الطفل لأي مشكلة، أو لجهاز الطفل لأي مشكلة، محركات أقراص التنزيلات والفيروسات اللي تنتقل غالبها عن طريق محركات الأقراص الغير معروفة. ياخذ سي دي من واحد من أصحابه، من صديق له، عليه لعبة، عليه برنامج، عليه بحث، عليه أي شيء ممكن، ويشبكه في الجهاز، ويكون الجهاز يكون السي دي في فيروس. إذا أنا ما عندي برنامج أنتي فيروس، وإذا أنا ما أعرف كيف، ممكن هو يطلع له للطفل التنبيه إنه في فيروس على الجهاز، بس إذا كان لوحده ممكن ما يفهم، ممكن ما يعرف كيف يتعامل مع الموضوع. فلازم إحنا نكون
صريحين مع الأطفال، نعطيهم كل المعلومات بخصوص الحماية وعلى فترات معينة. لازم نعلمهم المبادئ الأساسية لسلامة الإنترنت، اللي هي عدم استخدام الاسم في كلمة المرور، عدم تثبيت التطبيقات بدون إذن زي ما ذكرتها قبل شوية، عدم مشاركة كلمات المرور مع أي شخص غير العائلة، فقط إضافة أشخاص يعرفونهم على وسائل التواصل الاجتماعي، عدم تحميل صور لأشخاص دون إذنهم. طيب احنا عرفنا قبل شوية التنمر، التنمر الإلكتروني، نرجع هنا نعرفه بشكل ثاني، اللي هو شكل من أشكال العنف والإيذاء والإساءة التي تكون موجهة من فرد أو مجموعة من الأفراد إلى فرد أو مجموعة من الأفراد، حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من الأفراد الباقيين. يتبع الأشخاص المتنمرون سياسة الترهيب والتخويف والتهديد، إضافة إلى الاستهزاء والتقليل من شأن الشخص. التنمر الإلكتروني اللي هو استغلال الإنترنت والتقنيات المتعلقة به بهدف إيذاء أشخاص آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية. يعني إحنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ونستخدم التقنية اللي في يدنا ونستخدم البرامج، برامج السوشيال ميديا والألعاب عشان نضر أشخاص آخرين. من ضمن أساليب التنمر الإلكتروني استعمال هوية الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على تشويه الصورة العامة له، إرسال صور وفيديوهات غير أخلاقية إلى الطرف المراد التنمر عليه، قيام المتنمر بسرقة حسابات شخصية للضحية واستعمالها لأهداف غير مقبولة، أو استعمال هذه الحسابات بغرض التطفل على حساباته وخصوصياته الشخصية. لما نيجي نقول إرسال صور أو فيديوهات غير أخلاقية إلى الطرف المراد التنمر عليه، هذه كمان من ضمن الأشياء اللي لازم ينبه عليها الأطفال، إنه عدم استقبال أي رسالة من أي شخص مجهول. بمجرد ما تجيني من شخص رسالة من شخص مجهول، سواء صورة سواء كلام سواء رابط، لازم فورا أتجه لشخص أكبر مني وأبلغه. تمام. إساءة المتنمر للضحية إلكترونيا وتهديده بالإيذاء والانتهاك. رسائل التهديد كمان ولها أشكال كثيرة لازم نعلم عليها الأطفال. إيش ممكن تجي رسالة تهديد؟ إيش يكون فيها؟ هل سبق وتعرضت لرسائل تهديد أو رسائل دعائية كاذبة؟ لأنه رسائل التهديد ممكن تجي عن طريق الرسائل الدعائية، هو في البداية راح يرسل رابط مسابقة أو رابط كاذب، بمجرد ما أنا أضغط على الرابط هو رح يأخذ على معلوماتي، هو طالب معلومات معينة رح يحصل عليها. بعد ما يحصل على المعلومات المعينة رح يبدأ بالتهديد بأنه أنا عارف مثلا اسمك، موقعك، كم عمرك، رح يرسل معلومات شخصية للشخص ويخوف فيها الطفل، أنه أنا عارف أنت فين وفين اسم وفين مكانك وفين بيتكم وفين المدينة وإيش اسمك، وممكن يقولوا صور أهلك، يهددوا بالمعلومات خاصة. هل سبق وتعرضت لها؟ لازم نوعي الأطفال بشأن هذا الموضوع. وأهم حاجة، أهم حاجة إنه أي رسالة تجي للطفل فيها رابط أو أي رسالة من شخص غريب، خلينا نكون إيش ما كان محتواها، سواء رابط أو صورة أو كلام بذيء أو سب أو سؤال أو أي حاجة، يلجأ للوالدين قبل ما يتخذ أي إجراء مع الرسالة. ممكن الطفل يخاف، ممكن يحذفها، صح ولا خطأ؟ ممكن يستدرج الطفل، ممكن يضحك عليه، ممكن يطلب أشياء معينة. فلازم نكون حذرين جدا ونوعي الأطفال بهذا الخصوص. إيش آثار التنمر؟ مشاكل نفسية وعاطفية وسلوكية على المدى الطويل، كالاكتئاب والشعور بالوحدة والانطوائية والقلق، انسحاب الفرد من الأنشطة الاجتماعية الحاصلة في العائلة أو المدرسة. الطفل لو كان خايف، لو كان في شخص خارج
شخص غريب متطفل قاعد يضغط عليه بخصوص معلوماته، بخصوص صور خاصة لأهله، أو حتى بمجرد ما يذكر له مثلا موقعه، أنت في الموقع الفلاني والبيت لونه كذا أو المكان لونه كذا، الطفل راح يخاف. بمجرد ما الطفل يخاف راح يبدأ يبعد، ما راح يقدر يستمتع، ما راح يقدر يلعب، راح يكون في شيء شاغل باله، فممكن يتعرض على المدى الطويل للاكتئاب، الشعور بالوحدة، الانطوائية، القلق، ما راح يقدر يلعب، ما راح يقدر يمارس أي نشاط اجتماعي سواء مع العائلة أو مع المدرسة، راح يبدأ يسكت. لو إحنا ما علمنا الطفل إنه يتكلم من عمر صغير عن أي شيء يتعرض له خلال تجربته أو خلال وجوده داخل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، راح يبدأ ينطوي على نفسه ويسكت، هو مو عارف كيف يتصرف. فإحنا لازم نعلمهم أول شيء التصرف الصحيح، راح يجي إن شاء الله كمان في السلايد اللي بعده التصرف الصحيح كيف يكون. فقد يتحول هو نفسه مع الوقت إلى متنمر أو إلى إنسان عنيف. ممكن نفس الطفل هذا بس يكبر يصير هو متنمر، نفس المشكلة اللي هو تعرض لها يحاول يطلعها بغيره، يحاول يتنمر على ناس ثانيين عشان يعوض اللي هو هو ما حيعوض، بس هو رح يحس مثلا ممكن انه يحس بشعور كويس بمجرد انه هو قاعد يرد للناس اللي هو تعرض لهم صديق. كمان من ضمن الآثار قلة النوم أو النوم بكثرة، تختلف من شخص لآخر، الصداع، آلام المعدة، حالات الخوف والذعر، وممكن لا سمح الله في أوقات عديدة توصل للانتحار، حيث أثبتت الدراسات أن ضحايا الانتحار بسبب التنمر في ازدياد مستمر، وخاصة بعد دخول التنمر الإلكتروني إلى الصورة. ممكن طفل ما يتحمل التعليقات المسيئة اللي تيجي على صورته، على شكله، على صوته، على طريقة تعامله، فهذا كله ممكن يؤدي بالأخير إذا كان لوحده، إذا انطوى، إذا الأهل ما كانوا محتويين الموضوع، ما كان هو على يعني تواصل مع أهله وأعطاهم خبر بالموضوع، ممكن لا سمح الله يؤدي إلى الانتحار. طيب لما نيجي نعلم الأطفال كيفية التعامل مع التنمر، أول حاجة الابتعاد عن المحادثة. لازم نبتعد عن المحادثة قد ما نقدر، نفهم الطفل إنك لا ترد على المحادثة نهائيا. حظر الشخص والإبلاغ عن طريق الموقع. طبعا جميع المواقع فيها خاصية إبلاغ، سواء إبلاغ عن أشياء مسيئة، سواء عن تنمر. بمجرد ما نروح نضغط على خاصية الإبلاغ هو رح يجينا عدة خيارات نختار منها، وممكن كمان نبلغ عن طريق حساب كلنا أمن، وممكن نبلغ عن طريق حسابات حكومية أخرى مهتمة بالتنمر الإلكتروني والحماية، سواء للأطفال أو للكبار. فالحمد لله الموضوع صار إيه؟ صار متعارف عليه عند الناس، الشخص صار يقدر يحمي نفسه. حماية الحساب عن طريق الإعدادات، لازم نحاول باستمرار، مو بس نستخدم كلمة مرور قوية، لازم نستخدم التحقق الثنائي، التحقق الثلاثي، نربط الباسورد أو طريقة الدخول للجوال أو طريقة الدخول لحساب إنستغرام تكون مرتبطة برقم الجوال، تكون مرتبطة بالإيميل، تكون مرتبطة بأكثر من خاصية لنضمن أكثر أمانا. الإعدادات من برنامج لبرنامج تختلف، بس كل ما زادت إعدادات الحماية، إنه لما أنا أجي أدخل من جهاز غريب على حسابي في الإنستغرام مثلا من جوال ثانية، أخذ جوال صديقة لي أبغى أدخل عليه في الإنستغرام، يطلب باسورد ويكون مرتبط برقم الجوال أو يكون مرتبط بالإيميل. وكمان إذا استمر التنمر لازم يتحدث مع شخص بالغ للبلاغ الرسمي عن الحادثة. كيف حيتم البلاغ الرسمي؟ خلينا نقول في حال تعرضت للمطاردة الإلكترونية والابتزاز، إيش أسوي؟ أول حاجة أبلغ والديك. لازم نعلم الأطفال إنه أول شيء يلجأوا لأهاليهم، ما يروحوا لأحد غريب مين ما كان،
ممكن يكون في صديق مقرب أو شخص مقرب من خارج العائلة، هذا شيء غلط. أقطع التواصل مع الجاني ولا تستجيب لتهديداته. أبلغ الطفل أنه لا يتجاوب مع أي رسالة تهديد توصله، عن طريق أي برنامج، عن طريق لعبة في الثانية، عن طريق الجوال، آيباد، كمبيوتر، مواقع التواصل الاجتماعي، إيميل، أي رسالة توصل أقطع التواصل مع الجاني. احتفظ بكل الأدلة والرسائل والمحادثات من الجاني، ما أحذفها من الجوال قبل ما أنا أحتفظ فيها وأخذ منها كوبي، لأنه لما أنا أجي أقدم بلاغ، طيب فين الدليل؟ فين الدليل أنه أنا تعرضت لهذا التهديد؟ فلازم أحتفظ بكل الأدلة والرسائل والمحادثات اللي وصلتني من الجاني. 4، هذه مسؤولية الوالدين طبعاً، يقدم الوالدين البلاغ للجهات المختصة في وسائل التواصل لحذف أي محتوى تم نشره من الجاني غير لائق. لو الجاني حصل على صور للطفل، صور غير لائقة، أو حتى صور أنا كوالد أنا ما أبغاها تنتشر، هو أخذها بشكل غير قانوني، هو حصل عليها بطريقة غير قانونية، فأنا يحق لي أنه أنا أروح وأبلغ الجهات المختصة عشان تقوم بحذف أي محتوى يسيء أو يسبب الضرر لطفلي. يرفع الوالدين طلب بلاغ عبر التطبيق الإلكتروني كلنا أمن، أو الإبلاغ عن طريق بوابة وزارة الداخلية أبشر. في حال تطلب الأمر، يتم مراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام بوزارة الداخلية. طبعاً الله يحمينا ويحميكم جميعاً، يحمي جميع الأطفال إن شاء الله، ما نوصل للمراحل المتقدمة هذه أبداً، بس هذه أمور لازم إحنا نوعي فيها الأطفال ونعطيهم خبر كيف يتعاملوا معها. وقبل هذا كله إنه إحنا نكون مطلعين، لما الطفل يمسك الجوال أو يمسك الآيباد ويلعب، أنا أكون مطلعة هو إيش قاعد يلعب، أنا عارف اللعبة، ممكن أنا ألعب اللعبة قبل ما أعطيها للطفل يلعب فيها، أتأكد هل اللعبة مناسبة لعمره، ما فيها ألفاظ بذيئة، ما فيها حاجة مسيئة، سواء للشخص، سواء للدين، سواء للوطن. فمو مشكلة أنه أنا ألعب في اللعبة قبل ما أنا أعطي طفلي يلعب فيها. بالنسبة للأطفال اللي ممكن هم يدخلوا يسووا سيرتش بنفسهم، في محركات بحث خاصة للأطفال اللي هي الكيدل والكيدريك والسيرف سيرتش كيد. هذه محركات بحث خاصة للأطفال، إيش ميزتها؟ في أحد سبق وتعامل معاها؟ هل في شخص سبق وتعامل مع محركات البحث للأطفال؟ طيب هذه بعض الأمثلة فقط، هي محركات بحث آمنة للأطفال. ليش نقول إنها هي آمنة؟ طيب لما نقول معلوماتها كثير، طيب لما نقول إنه طلع مواقع مخصصة لسن الأطفال، صحيح حتطلع مواقع مخصصة لسن الأطفال، راح تحاول، راح يكون فيها حجب كامل لأي محتوى غير مناسب لعمر الطفل. طبعا هذه فقط باب الأمثلة، 3 أمثلة اللي هي الكيدل والكيدريكس والسيف سيرتش كيد. أما محركات البحث الأطفال هي كثيرة، عندنا محرك بحث كيدل هو مدعوم من جوجل، والكيدريكس يعرض فقط صفحات الويب ذات الصلة بالأطفال، حيستغل عنده خاصيتين يستغلها اللي هي الجوجل كاستم سيرتش والجوجل سيف سيرتش، مدمجة تلقائيا في نفس محرك البحث الكيدريك. هيا حبذا انه نخلي الاطفال يستخدموها، او لما انا اجي اسلم طفلي الجهاز احط محرك البحث هذا في الوضع الافتراضي، تمام؟ في دليل تطبيقات للأطفال من تجميع الأستاذ عبد العزيز الحمادي، هتلقوه على تويتر،
وممكن أعطيكم الرابط كمان، جدا مفيد، ما أدري إذا حيظهر لكم. هو عبارة عن ملف PDF يحتوي على أكثر التطبيقات المفيدة للأطفال سواء للأندرويد أو للآيفون. هل تطلع لكم الشاشة؟ طيب بنشارك معاكم الرابط إن شاء الله، حتلاقوه هو في تويتر في صفحة أستاذ عبد العزيز الحمادي، موجود اسمه دليل تطبيقات الأطفال من تجميع أستاذ عبد العزيز. طيب عندنا الحد الأدنى لأعمار مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي كما وردت في اتفاقية المستخدم في هذه الشبكات، من عمر 13 سنة التويتر والفيسبوك والإنستغرام وسناب شات، عمر 14 سنة برنامج اللينكد إن أو موقع اللينكد إن، 16 سنة الواتساب، 17-18 الفاين والباس، أما اليوتيوب فمن عمر 18، أما من عمر 13 عام لازم يكون تحت رقابة الوالدين. اليوتيوب كمان فيه من ضمن الإعدادات إعدادات حماية أو إعدادات تتحكم بالمحتوى اللي يظهر. تطبيقات الأطفال راح تحصلوها إن شاء الله في صفحة أستاذ عبد العزيز الحمادي، ممكن نرجع ننشر لكم في حساب العطاء الرقمي بعدين الملف مع المحتوى إن شاء الله. طبعاً مو معنى إنه اتفاقية المستخدم قالت من عمر 13 سنة إنه عادي تويتر وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات للطفل إنه عادي ومسموح إحنا نعطيها لأطفالنا. نحاول قد ما نقدر نبعدهم عن هذا العالم إلين ما يوصلوا لعمر هم يقدروا فيه إنهم يتخذوا قرارات صحيحة أو يقدروا يتعاملوا مع مواضيع التنمر، مع مواضيع الإنترنت، إيش أي شيء أي خطر ممكن يتعرضوا له بنفسهم. فنحاول قدر المستطاع إنه إحنا نبعدهم عن مواقع التواصل الاجتماعي. طيب أنا ممكن أشرح لكم إعدادات اليوتيوب للحماية، ولكن طيب بس دقيقة.
الصوت تمام؟ طيب أنا فتحت لكم دليل تطبيقات الأطفال اللي زي ما قلت في عدة برامج لنظام الآيفون والأندرويد. هذا في صوت الآن؟ طيب معليش على اللي صار، ما عارف كيف راح الصوت، يمكن حصل في لاك في الانترنت أو شيء، أعتذر منكم جدا. ما أعرف إيش آخر شيء سمعتوه مني. طيب تكلمت عن ملف دليل الألعاب، بعدين جيت على موقع How secure is my passport، إيش آخر شيء سمعتوه؟ طيب ملف دليل التطبيقات زي ما قلت لكم إن شاء الله راح تلاقوه على صفحة أستاذ عبد العزيز الحمادي، وهذا الرابط للي حابب يسجله الآن اللي هو رقيم .net/files/kids-app. تمام. طيب وهذا الموقع اللي كان في السلايدات الأولى How secure is my password، زي ما تلاحظوا أنا كتبت password مرة بسيط. مو طالع لكم الرابط؟ طيب هذا موقع How secure is my password، بمجرد ما نكتب فيه الباسورد عدلنا الشاشة، معليش أعتذر منكم جدا على اللي صار. How secure is my password، بمجرد ما أنا أحط هنا الباسورد، مثلا حطيت 0987 5، مرة بسيط 4، متى راح أعرف إنه الباسورد حقي ممتاز أو قوي جدا؟ أول شيء الشاشة هذه رح يصير لونها أخضر، ثاني شيء رح يطلع لي هنا كم الوقت اللي رح الوقت اللي رح يقدر المخترق فيه، كم رح يستهلك وقت عشان يخترق كلمة المرور هذه. تمام؟ فنيجي إذا حطيت باسورد نقول معقد أكثر. شايفين كيف تحولت الشاشة؟ كيف قاعد يتحول ألوان؟ طبعا صراحة طالع لي 3 ديكليون، الرقم هذا ما مر علي. المهم إنه 429 الفرع هذا طبعا هو أكيد أكثر من المليار والبليار تمام؟ فهذا الموقع يخلينا نعرف
كم الوقت المستغرق عشان يتم التنبؤ بالباسورد حقي، هل الباسورد صعب او سهل؟ تمام. طيب حنرجع قلنا حنشوف اعدادات اليوتيوب. طيب لما انا اجي ادخل هنا على اعدادات اليوتيوب، هروح اضغط على الصورة الشخصية. معايا الشاشة ظهرت لكم؟ تمام. راح اضغط على الصورة الشخصية. الصوت والشاشة تمام. راح نروح على السيتنج اللي هي الإعدادات. بعدين راح نروح عند إعدادات الخصوصية. اللي طلبوا شرح لتفعيل الأمام في اليوتيوب، أول شيء رحنا عند الصورة الشخصية، بعد الصورة الشخصية ذهبنا إلى الإعدادات السيتنج، بعدين الخصوصية اللي هي البرايفسي، عندنا الخيارين اللي هنا اللي هي إبقاء كل اشتراكاتي خاصة، إبقاء كل قوائم التشغيل المحفوظة خاصة. هنا أنا راح أمنع أي شخص إنه يقدر يشوف قوائم التشغيل الخاصة فيه، أو أنا أي قناة سويت لها مشاركة. أما بالنسبة للفيديوهات، ما أدري الشاشة ظهرت لكم تمام. لما نفتح إعدادات الحساب، طيب العرض ظاهر الآن. طيب في عندنا تطبيق اللي هو اليوتيوب كيد،
هذا التطبيق آمن للأطفال، ما رح يطلع شيء أعلى من سنهم، تمام؟ فنقدر نحمل تطبيق يوتيوب كيت عشان نضمن حماية أكثر من الإعدادات الخاصة باليوتيوب العادي، ما رح يطلع غير قنوات ترفيهية، رسوم متحركة، تمام؟ التطبيق جدا بسيط، حتى الواجهة جدا يعني بسيطة ومشابهة للواجهة البرنامج العادي، فنقدر نخلي الأطفال يستخدموه. طيب نرجع لبرامج التحكم الأبوي، زي ما قلنا راح أضرب لكم أكثر من برنامج. في عندنا برنامج اسمه نورتون فاميلي، وفي عندنا الـ ESET Parental Control والفاميلي تايم، وفي الفاميلي لينك. كل البرامج هذه برامج تحكم أبوي، وهذه أمثلة بسيطة بس للبرامج اللي موجودة أساسا. فكل شخص يقدر يحمل البرنامج ويختار البرنامج اللي هو رح يرتاح له، البرنامج اللي يشوفه مناسب ويؤدي جميع المطلوب منه. طبعا هي كلها تشترك في مهمة واحدة اللي هي حماية الأطفال والقيود على الجهاز. يعني أنا أقدر أخلي الطفل يستخدم جهازه فقط لمدة 3 ساعات باليوم وبعدين يقفل. من ضمن القيود أني أنا ما رح أخلي الشخص أو الطفل يقدر يحمل برنامج بدون إذن أو بدون باسورد معين يكون الوالدين أدخلوه، تمام؟ طبعا هذه مجرد أمثلة جدا بسيطة، بمجرد ما نسوي سيرتش راح تطلع لكم برامج كثيرة حتقدروا تشوفوا إيش مناسب لكم. طبعا الأول من نورتون فاميلي اللي هو من شركة نورتون، اللي هي إحدى شركات برامج الحماية من الفيروسات، إحدى شركات برامج الأنتي فيروس المعروفة، فهي مطلعة اللي هو نورتون فاميلي، تمام؟ أخيراً شارك معاكم صور من تطبيق أو من حساب كلنا أم. يتأثر الأطفال بما يشاهدونه عبر الإنترنت، ويحاول ضعاف النفوس بث أفكار متطرفة وإرهابية، لذا يجب الحرص على متابعة نشاطات الأبناء في مواقع التواصل الاجتماعي وتحذيرهم من خطورة التواصل مع مجهولين والمساهمة بوقف نشر مثل هذه المواد بالإبلاغ عنها عبر تطبيق كلنا أم. طبعاً جميع الحسابات الحكومية الآن، سواء حساب كلنا أم أو حسابنا إحنا في سايبر كيدز أورج أو حساب حماية أو حسابات الأمن السبراني، باستمرار في منشورات هادفة وتثقيفية سواء للأطفال أو لجميع فئات المجتمع بخصوص الأمن السبراني أو الأمن أمن مواقع التواصل الاجتماعي. فإحنا من السهل جداً إنه إحنا نتعرف على هذا الموضوع، من السهل جداً نعرف إيش هي إعدادات الخصوصية لكل برنامج، اتفاقيات المستخدم اللي تظهر أول ما نيجي نحمل البرنامج ونسجل فيه برنامج جديد. ففي عالم الإنترنت من السهل الحصول على المعلومة، ولكن نفضل دائما انه احنا ناخذ المعلومه من الحسابات الموثوقه، من ناس معروفين وموثوقين. فلما نتابع ان شاء الله حساب سايبر كيدز او كلنا امن او اي حساب اخر يهتم بالحمايه، حتكونوا على علم بهذا الموضوع، راح تجمعوا معلومات تقدروا تشاركوها مع اطفالكم بكل بساطه. من ضمن العبارات كمان، ترك الأطفال وحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة قد يجعلهم صيداً سهلاً للمترصدين. احرص على متابعة ما يصلهم عبر البريد الإلكتروني، وفي حال تلقى طفلك رسائل مشبوهة من مستخدمين مجهولين تقدم ببلاغك عبر تطبيق كلنا أم. يعني هذا يعتبر الصيدين هذه أهم ملخص لكل الأساسيات اللي طرحناها خلال الساعة اللي فاتت. طيب في من ضمن الأسئلة أقدر أربطها بحسابي؟ تقدر تربط الأجهزة بحسابك؟ نعم،
رابط الحضور إن شاء الله رح يوصلكم في آخر الدورة، خلاص دحين بس نخلص بإذن الله تعالى. في شهادات حضور؟ إيش في عندكم كمان أسئلة؟ أستاذة فاطمة متى تنتهي الدورة؟ خلاص تقريبا انتهينا. شهادة الحضور بالاسم، نعم حيظهر لكل شخص الاسم اللي هو سجل فيه في الموقع. مشكلة ايش استاذ احمد؟ العفو استاذ عماد، شكرا لحضوركم جميعا. الحين وقت الاسئلة، اللي عنده اسئلة او استفسارات يتفضل. اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى اكون. هل يمكن تحميل الدورة؟ باذن الله راح تكون متاحة على موقع العطاء الرقمي، وراح تكون بإذن الله كمان موجودة في اليوتيوب الخاص بسايبر كيدز. احنا حاولنا نسوي بث لايف على اليوتيوب بس للأسف ما قدرنا نسوي هالمرة هذه. جميع الحضور اللي دخلوا عن طريق اللينك اللي على الإيميل حتوصلهم شهادة الحضور إن شاء الله في خلال 48 ساعة بالاسم اللي هم سجلوا فيه، تمام؟ ما حيكون في رابط حضور. كيف تقدر تشارك بالدورات القادمة؟ تابع حساب العطاء الرقمي سواء على تويتر سواء نفس موقعهم الرسمي، وإن شاء الله راح تلاقي جميع الويبينارز المتاحة مستقبلياً، واللي فاتت كمان راح تكون مسجلة ونزلت. أستاذ عماد، إحنا بإذن الله في دورات عن طريق تثقيف الأطفال استخدام السوشيال ميديا، هذه من ضمن الدورات اللي بإذن الله راح تقدم في سايبر كيد. الأسئلة كثيرة وقاعدة جميع الدورات تتراكم، ما في وقت معين، في دورات تبدأ العصر، في دورات تبدأ بعد العشاء، بعد المغرب، يعني على حسب الأوقات غير موحدة. العفو، الله يعطيكم العافية جميعا. طيب اسم قناة اليوتيوب الخاصة ب، راح أحط لكم هنا، شايفين شاشة العرض ولا راحت؟ تقدروا تتابعوا حساب سايبر كيدز أورك، راح تلاقوا فيه جميع التفاصيل وفي قناة اليوتيوب وجميع الفعاليات اللي ممكن تقيمها سايبر كيدز في جميع مناطق المملكة. الشهادات توصل بالإيميل المسجل، صحيح. cyberkids.org هذا الحساب الخاص بجمعية الأمن السبراني للأطفال. إذا في أي أسئلة ثانية بخصوص المحتوى،
طيب الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لحضوركم، إن شاء الله أني أكون أفدتكم وقدرت أوصل لكم المعلومات بشكل بسيط، معليش على الانقطاع اللي حصل أثناء العرض. ننتظركم إن شاء الله، نشوفكم في دورات أخرى سواء عن طريق العطاء الرقمي، طبعا الويبينار أو الدورات متجددة باستمرار ومسجلة، أي دورة فاتت والدورة هذه بإذن الله راح تلاقوها موجودة على موقع العطاء الرقمي، كمان حساب سايبر كيد، كمان حسابي الشخصي إذا حابين. الله يعطيكم العافية جميعا، نسأل الله لنا جميعا الحماية والأمان والسلامة سواء في الإنترنت أو في الحياة العادية. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم مرة أخرى، كذا نكون انتهينا، يعطيكم العافية.